بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لهنا نبدأ على بركة الله من أجل بث جديد، نكون في لقاء مباشر مع الشعب الموريتاني في غمرة الأحداث الحالية المتلاحقة لتوجيه بعض الملاحظات البسيطة وتبليغ خطاب السيد الدكتور السعد الوليد رئيس حزب الرباط الوطني للحقوق وبناء الأجيال. 3 دقائق ونلتقي بكم بإذن الله. أرى زمان يحضر يطلع بعض المتدخلين المستمعين. مرحبا عزيز، مرحبا الطاهر، ومرحبا محمد، ومرحبا بالأخ إبراهيم. مرحبا بجميع المشاهدين الكرام. ركض عنا وليد. مكفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المتكلم الصديق أحمد بحبيني، رئيس المنظمة الأوروبية الإفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في أوروبا. نتشرف أيما تشريف بأن أوجه هذه الكلمة بداية لأعبر فيها بكل صدق وأمانة عن أسف الشديد لخيبة الأمل في النظام الموريتاني الحالي بقيادة محمد ولي الغزواني، الذي يبدو للأسف أنه أصبح ضحية لا يملك من الأمر شيء، تحركه أيادي خبيثة وتحضر لعمل لا يخدم الشعب الموريتاني ولا يخدم السيادة الوطنية ولا القانون. هذا هو مما يظهر. بداية لاهي نقول عني مندد باسم الشخصي وباسم مناضلين في المنظمة الإفريقية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا، مندد بشدة بجميع خروقات حقوق الإنسان اللي استمر هذا النظام بقيادة وزير الداخلية، والذي يبدو أنه هو قائد حكومة الظل. هذا الوزير، وزير الداخلية، وهذه الحكومة، حكومة الظل الخفية،
يبدو أنها ما تحترم القوانين ولا تحترم الأنظمة ولا تحترم الشعب، وعادت للأسف حاقرته. ونسجل أسفي للأسف السلسلة الإهانات والاحتقارات والحقرة المستمرة والمتلاحقة اللي ينالوها عمال الدولة الموريتانية في ظل هذا النظام، وكأنهم يتعاملون مع جندرمري ومع الشرطة كأنهم عبيد مملوكين، ويتعاملوا مع الشعب بإهانة وكأنهم في أرض خلاء لا سيد لها ولا قانون ولا شعب، وكأنهم يتعاملوا مع مجموعة من الحيوانات. هذا العصر، هذه المعاملات والممارسات الهمجية اللي عدل لها النظام للأسف ما تلات على النطاق المألوف. الشرطة ما يتم يوجهوا لهم التعليمات وينفرض عليهم عنهم يبطوا الشعب ويحاصروا الشعب ويمنعوهم من السفر اللي ضامن له القانون. الشرطة أصلا للأمن وحماية المواطنين وأمنهم، هذه هي مهمتهم، حد لا يكلفها بمهمة ثانية، معناها أنه حاقرهم وراهم معدلهم مثلا لا نوع من السيرفيتير، وعنه لا يستعملهم في أغراضه هو الدنيا. الشرطة ياضتها تعود محترمة من طرف الدولة ومحترفة من طرف النظام ومحترفة من طرف الشعب. الشعب ماشي عبر عن رأيه ومساندته القائد أو حزب، ما يلا تتعرض للشرطة وتتحاصر وتضربه، ولا يلا تم تهين النساء. حان الوقت أنكم تقولوا كلمة حرة انتصارا للعدل وانتصارا للقانون وانتصارا للإنسانية. هذا ما تلع عصر العبودية، ونحن ندو بجميع الممارسات. وهذا ما تلع عصر فرعون، هذه الممارسات فرعون الماضية، وكأن عندنا فرعون موريتاني جديد وعندنا وزيره اللي هو وزير الداخلية. هذا ما هو شيء تري قد يسكت عليه، ويبدو عنه وزير الداخلية هذا وذي حكومة الظل عنهم يحضروا ليعدلوا انقلاب على ولا الغزواني بهم اللي عادوا يهينوه ويمرغوه ودأبوا على حقرته والقيام بالإجراءات المخالفة للدستور ومخالفة للقانون ومخالفة للقيم ومخالفة للسيادة ومخالفة للأعراض. وفد منطوي تحت حزب مرخص ماشي زور شعبه وفي ولاية روسو، ما يلا يمتنع له دخول مدينة من الأرض الموريتانية، وهو يضمن له الدستور حرية التنقل والتجول وحرية الرأي مكفولة وحرية التجمعات وحرية التحزب وحرية الممارسة في إطار نشاط حزب مرخص. للأسف هذا نوع من الممارسات حد راجي عنه لا يعود عنده شعبية، والله ما زال له تأخذ مصادق الاقتراع، ما يلجأ لهذا النوع له من الأعمال. لكن يبدو للأسف عنهم هم ما يدوروا القانون ولا يدوروا الديمقراطية ولا يدوروا الشعبية، يدوروا لا يشوهوا سمعة محمد الغزواني ويشوهوا سمعة ذا النظام إلين ينقضوا عليه بطريقة ما هي قانونية، هم لا يؤمنون بالقانون. هذا من هذه
من هذا المنبر نطلب من الشعب قوات مسلحة ودرك وشرطة عنهم يقبلوا مسؤولياتهم، ولا تلاقوا يقبلوا حد يستخدمهم في نطاق خارج القانون. في الحقيقة ختام هذه الكلمة أوجه تحية عالية، تحية إجلال وتقدير للقائدين، القائد الرمز محمد ولي عبد العزيز ورفيقه رفيق الدرب الطويل الدكتور السعد والوليد رئيس حزب الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال، وقولوا لهم أن النصر قريب وأعلن تضامني معهم وأحييهم على الصبر والنضال المستميت في إطار القانون. ولسان حالي ما قال الشاعر: إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نحيي الدكتور سعد والوليد في معتقله ونشد على عضده ونتضامن معه. وقد كلفني الأخ الدكتور رئيس حزبنا العتيد أني نبلغ للجماهير هذه الرسالة اللي نشرها قبل قليل، وهو قالكم عنه صامت وعنه لا تزعزهوه صروف الليالي والأيام ولا الظلم عن مواقفه الثابتة. وعنه ما فيه قوة له تمنعه من مناصرة محمد بن عبد العزيز والسير في برنامجه. وأن محمد بن عبد العزيز أنه قيادي من هذا الحزب، ونحن أيضا سائرون مع هذا الحزب في كل وقت وحين، ومؤمنون ببرامجه وأهدافه وتطلعاته. ندعو الشعب للالتزام بالقانون والشرعية والصبر وضبط النفس والتكاتف ورص الصفوف من أجل إزاحة هذا النظام بالطرق الشرعية الديمقراطية، وإن غدا لناظره قريب. إليكم رسالة الأخ السعد والوليد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نص الرسالة: هذه رسالتي، كل عام والأحرار بخير. فإن كان من المقرر أن أعقد شخصيا مؤتمرا صحفيا حول ملابسات إلغاء مهرجان روسو وشروط الإدارة المحلية هناك ودعواها واعتراض موكب الرئيس السابق عضو قيادة حزبنا عند الكيلومتر 20 على طريق نواذي بروسو، وزاد على ذلك محاصرة المقر الجهوي المركزي للحزب والمقر الاجتماعي الرئيسي للحزب، ومنعنا من دخول الدواء والغذاء من جهة والخروج من المقر الرئيسي أو الدخول إليه من جهة أخرى. أما وقد تعذر على الأحرار الشرفاء من الإعلاميين والساسة وقادة المجتمع المدني والمناضلين والمراقبين الحضور إلى عين المكان والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي كان مزمعا هذا المساء 31 دجنبر الساعة 6 بالضبط، والذي يبدو أنه
أرغب النظام الحاكم وأجهزته الأمنية، ونظرا للطوق الأمني الذي يزداد شدة وتوسعا تدل على رعب من أمر به من الحقيقة والحرية والكلمة الحرة والحقيقة المجردة والمدعومة بالبراهين والأدلة وقوة الحق وقوة والقانون والدستور، فإنني سعد والوليد رئيس حزب الرباط الوطني المعارض، حزب الأحرار والشرفاء، رافعة الحقوق والحريات ومظنة وملجأ كل مظلوم وحصن كل المهمشين، أعلن عما يلي: أصالة عن نفسي ونيابة عن كل قيادات وأطر ومناضلي حزب الرباط بما فيهم الرئيس السابق محمد والعبد العزيز الذي له كل الحقوق التي لنا وعليه كل الواجبات التي علينا حسب نصوص ونظم الحزب الأساسي والداخلي المصادق عليها من طرف وزارة الداخلية. نعلن ما يلي: 1. أطلب من جميع المناضلين والمناضلات والمناصرين والمناصرات والقيادات الموجودة في محيط المقر والذي تمنعها قوات قمع النظام من دخول الحزب الانسحاب، يعني يطلب منهم الانسحاب بهدوء وانضباط والعودة إلى منازلهم وأسرهم معززين مكرمين مشكورين غانمين ومنتصرين على الجبروت والطغيان والدوس على الكرامة والقانون والدستور. ثانيا، باسم قيادة حزب الرباط وباسم اللجنة التي كانت مشرفة على مهرجان روسو الملغى وباسم ضيف المهرجان الكبير الرئيس السابق القائد الرمز محمد بن عبد العزيز، نتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان والامتنان لساكنة الترارزة عموما وساكنة روسو خصوصا على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة والشجاعة في نصرة الحق والاستعداد القوي لمناصرة الحزب ونجاح المهرجان رغم الترغيب والترهيب والمضايقات وحشد رموز الدولة الإدارية والرشوة بأموال دافع الضرائب التي تحتاجها المستشفيات والمدارس لمنع ذلك المهرجان. ثالثا أجدد للنظام الحاكم وللرأي العام الوطني والدولي ولكل الأجهزة الأمنية والمخابراتية مهما علت رتبها أو وضعت كراسيها أننا سنظل صامدين في عرين الأحرار ومنصة الشرف والكبرياء ثابتين شامخين دون تردد ولا انحناء، متمسكين بحقوقنا الدستورية والقانونية والحزبية وبحقنا الأصيل في النضال والحرية والكرامة والعيش الكريم طودا وهاجا في وجه الطغيان والمتجبرين والمفسدين والمتملقين ومن على شاكلتهم من المظلة من الظلمة والمتملقين وأكلت أموال هذا الشعب المسكين المبتلى بنخبته وإدارته. رابعا، أطالب جميع قيادات وأطر حزب الرباط وجميع المؤيدين والمناصرين داخل موريتانيا وخارجها بالصبر والانضباط والمسؤولية واحترام القانون والدستور والقضاء والإدارة وإفراد الشرطة والأمن، لأنهم منا وإلينا ولنا وعلينا، ولا حول ولا قوة لهم في حالنا. كما أطالبكم جميعا بالصمود في وجه هذا النظام وأعوانه ومقارعة زبانيته وأزلامه بالحجة الدامغة وبالبرهان الساطع والدليل القاطع
دفاعا عمن أخرس الظلم والفقر والجوع والنهب والفساد ألسنتهم وحركتهم. أما رسالتي إلى من يهمه الأمر ومن هو وراء القصد والغاية فأقول له: لقد خبرت السجون في ثمانينات القرن الماضي وأيام الأحكام العسكرية، ونزلتها أيام طاعتهم لسيد القصر الرمادي يومها بلا منازع، حليفين اليوم الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، ورأينا رؤيا العين، بل وذقنا بدنيا ونفسيا صنوف التنكيل والترهيب والوعيد والابتهازات والقمع والجوع والمرض والحصار والعزلة والتهميش والتشويش والحرمان، كل ذلك وأكثر. يا من يهمه الأمر لم يذننا ولم يردنا عن الدفاع عن الحق وقول الحقيقة والانحياز إلى هموم وآلام الشعب الذي حملكم الأمانة، فكان نصيبه منها، يعني من هذا النظام، الجوع والمرض والمهانة، وكان نصيبنا نحن الأحرار الحصار والتنكير والدوس على الكرامة والإذلال الذي لم يكن أوله قذف قاضي مبرز لنا زورا وبهتانا وتمنع نقيب محامين ووكيل نيابة عن مساءلته ومقاضاته ليتبين الحق من الباطل، ولن يكون آخره إساءات وبذاءات أفراد شرطة القمع علينا شخصيا مساء اليوم، ونحن من اشتعل رأسه شيبا في طلب العلوم والصعود المحن، ووهن منا العظم وسقم القلب وهتكت الشرايين التي تحاصرونها هذه اللحظات وتمنعون عنا الدواء والغذاء في جرم مشهود يتابعه الأحرار ورسل الإنسانية من كل فج عميق من أرض الله الواسعة، ويتوارى عنه المتملقون خجلا من أنفسهم، كل ذلك يهون في سبيل هذا الوطن الغالي وشعبه الكريم المسالم والمطاع وسبيل شبابنا وشاباتنا الذين تلتهمهم قارات العالم وتطحنهم وتأويهم جادات أوروبا وأمريكا، وتبتلعهم أدغال إفريقيا وحصون وأسوار آسيا بسبب فشل تسييركم وإدارتكم للشؤون وطننا ومصالح شعبنا من أجل الوطن، كل الوطن من أجل شعبنا، كل شعبنا من أجل موريتانيا، من أجل الكرامة والحرية والرفاهية والازدهار، سأدفع لكم ما بقي من صحتنا وعقلنا وبدننا وما من الله به علينا من يسر معرفة وضعف قوة بسخاء دون من ولا رياء، وما أسألكم عليه من أجر. عبثا تحاولون يا من يهمهم الأمر، هذه معركتي منذ 3 عقود ونيف، لن يذنيني عنها حصار ظالم لمقرات افتتحتها بسم الله وبقوة القانون الذي تدوسون عليه الليل دون خجل، وباسم المعذبين في الأرض بظلم عدالتكم وجور إدارتكم وفساد رعاتكم، ولن تكون 36 ساعة من الترهيب والوعيد والاستدراج إلى فخ العنف والخروج على القانون كافية لحسم معركتنا التي يبدو أنها دخلت منعطفا
خبرناه جيدا بتجربة طويلة صقلتها المعاناة ورفدتها الخبرة فيكم وفي نقاط ظلمكم وضعفكم وساحة أنتم الوافدون عليها برصيد ضعيف وحصاد صفري وقوة مخزنية زائلة ومتغيرة. ختاما سأظل أنا وحزب الرباط متمسكون بالدستور واحترام القانون محافظين على السكينة والهدوء، ولن تدفعنا أي جهة مستترة أو معلنة للخروج عن خطنا الذي غالبناكم به وقارعناكم وكشفناكم به سنين خلت وثلاثة تلت، ألا وهي السلمية قوة الكلمة وعزة النفس والشجاعة في الحق وبه ونصرة المظلوم والانحياز لهموم الشعب والدفاع عن ثوابت الوطن والأمة. ونحن مستعدون يا من يهمه الأمر لكل الاحتمالات وسوءها، لأن ذلك هو أقل زاد للمناضل الشريف وأقل ضريبة يمكن أن ندفعها بالسخاء في سبيل المحرومين والمظلومين الذين نذرنا أنفسنا وعقولنا وأقلامنا لهم في سبيل الله والوطن وفي سبيل الحرية والانعتاق، الذين يظل حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال مكمنهم ومظلة دفاعاتهم وحاضنة ضحاياهم. هذه معركتي، يمكنني أن أعيش ما شاء لي ربي دون غذاء أو دواء، لكن أعذروني لن أستطيع أن أتنفس لحظة واحدة دون كرامتي وحريتي وكرامة شعبي. الدكتور سعد والوليد من مقر حزب الرباط المحاصر نواكشوط، كل عام وأنتم بخير، ليلتكم سعيدة، وعام جديد من الحرية والنضال من أجل الحقوق، كل الحقوق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. النصر والتمكين لقائدين، القائد الرامز محمد بن عبد العزيز ورفيقه رفيق الدرب الطويل الرئيس سعد والوليد المناظر الشهم. والنصر والتمكين والمجد والخلود لحزبنا الرائد حزب الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال. إنكم أبطال المعركة وقادة المستقبل وصانعي المصير المنشود، ويصدق فيكم قول الشاعر: وغشوم يهاب أرضك باغ هيبة الليز في عرين منيع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطلب من جميع الجماهير عنها تعبر بمواقف الشجاعة نصرة الحق ومساندة القائد الرامز محمد بن عبد العزيز ورفيقه سيد الرئيس الدكتور سعد والوليد رئيس الحزب حزبنا العتيد حزب الرباط الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.